بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة الباحثون، السادة الضيوف، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدثتكم المهندسة نورة حسن، اختصاص هندسة بتروكيميائية من اللجنة التنظيمية لفعالية سباق الأمم في منصة أريد العلمية. ويسعدني أن أكون معكم اليوم في تقديم رابع الندوات العلمية لسباق الأمم، وهي في موضوع غاية في الأهمية، وهو التعليم عن بعد، تحديات وحلول. ومما لا شك فيه اليوم بأن التعليم عن بعد لم يعد وجهة فقط للباحثين عن التدريب حول العالم، وإنما أصبح نمطا للتعليم في كل مراحله. نعم، حياكم الله أحبتنا الكرام، بارك الله فيكم، وسررنا بأن نكون معكم في هذه الأمسية الطيبة من فعاليات سباق الأمم. وكما أسلفت الأستاذة المهندسة نورة حسن بأن هذه الجلسة الرابعة أو الندوة الرابعة من ندوات سباق الأمم، نتشارك وإياكم فيها المعلومات والمحاضرات والمداخلات، ونبدأها على بركة الله مع سعادة الدكتور سفيان طبوش. وإليكم نبذة أحبتنا، نبذة مختصرة من تقديمنا له. والدكتور سفيان دكتوراه في العلوم السياسية، وأستاذ محاضر في جامعة مولود معمري في الجزائر. وعنوان مشاركته: جودة التعليم العالي بين التعليم الحضوري والتعليم الإلكتروني في الجامعة الجزائرية. بارك الله فيكم سعادة الدكتور، ولكم الصلاحية كاملة في تقديم محاضرتك. بارك الله فيك، تفضل على بركة الله. طيب، خيرا إن شاء الله. الأستاذة نورة كان في عندها خلل تقني. نعم، إن شاء الله ننتقل إلى المداخلة الثانية مع سعادة الدكتورة ندى محمد فؤاد مسوتي، وهي دكتوراه في اللغة العربية وأصول الدين من كلية الشريعة والقانون، رئيس الخريجين في جامعة الحكمة العالمية، المدير الإقليمي لفرع جامعة بروكسل بأمريكا، ومدير أكاديمية تطوير التعليم. وتتفضل مشكورة بعنوان مشاركتها: رؤية مستقبلية لتحديات التطور التعليمي. تفضلي دكتورة ندى، ولكم الصلاحية كاملة. تفضلي دكتورة. شكرا لكم دكتور، حياكم الله، رمضان مبارك عليكم جميعا، أهلا وسهلا بكم. طبعا إن شاء الله تعالى نبدأ اليوم هذه المحاضرة في تمرين بسيط، أرجو من الجميع المشاركة حتى نكسر الحاجز فقط. كم دائرة في الصورة الآن؟ بارك الله فيكم، أرجو المشاركات حسب ما ترون. دقيقة واحدة. هنا نجد دوائر، ماذا يظهر لكم؟ نعم، إنها 4 دوائر. بارك الله فيكم. الآن نبدأ بورقتنا البحثية، وسنتحدث عن الرؤية المستقبلية لتحديات التطور التعليمي، والتي ستتجلى من خلال ما يأتي. أولاً، تحليل التطور التكنولوجي. ثانياً، الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. ثالثاً، التعلم الزمني والمكاني. رابعاً، الواقع الافتراضي والواقع المعزز. خامساً، تحقيق المساواة في التعليم. سادساً، تحديد الأمان والخصوصية. سابعاً، الابتكار في تصميم المحتوى التعليمي من خلال تفاعل المعلم مع الطالب. سنبدأ أولاً في التحدث عن تحليل التطور التكنولوجي. كيف يؤثر هذا التطور على مجال التعليم؟ مما لا شك فيه أن التطور التكنولوجي يؤثر بشكل كبير على مجال التعليم، وذلك من خلال توفير وسائل تعليمية متطورة. أمثال الأجهزة اللوحية، البرامج التعليمية التفاعلية، والموارد التعليمية عبر الإنترنت. طبعاً هذا يسهم
في تحسين عملية التعلم وزيادة فعاليتها، كما يوفر التطور التكنولوجي فرصا للتعلم عن بعد والتعلم الذاتي، ويساعد أيضا في تخصيص التعليم وفقا لاحتياجات كل فرد بشكل أفضل. ثانيا، فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، تقنيات الذكاء الاصطناعي كما تعلمون أسهمت كثيرا في تحسين عمليات التعلم، وذلك من خلال عدة طرق وسنذكر منها تخصيص التعلم، وذلك عن طريق تحليل بيانات الطلاب وفهم أساليب تعلمهم واحتياجاتهم الفردية. ثانيا، توفير تجارب تعليمية متطورة، فلذلك لا بد من تطوير برامج تعليمية تفاعلية وتجارب تعلم محاكاة، حيث أنها تسهم في تعزيز فهم الطلاب للمفاهيم الصعبة. ثالثا، تقديم ملاحظات فورية وتقييم دقيق، وذلك من خلال تحليل أداء الطلاب وتقديم تقييم دقيق يمكن المعلم من تحديد نقاط القوة والضعف لدى الطلاب والعمل على تحسينها. رابعا، توفير التعلم على مدار الساعة. المنصات التي تستخدم تقنيات الذكاء توفر تعلما مستمرا، مما يسهم ويسمح بالوصول إلى المواد التعليمية في كل مكان ووقت. ثالثا، التعلم الزمني والمكاني. مستقبل التعلم عن بعد والتعلم المرن في الزمان والمكان سيشهد تطورات ملحوظة وتحولات هامة، وذلك من خلال أولا زيادة التكنولوجيا المتقدمة، وذلك سيزداد في الواقع الافتراضي والمعزز والذكاء الاصطناعي في تقديم تجارب تعليمية محسنة وأكثر تفاعلية. ثانيا، تطوير المنصات التعليمية الذكية. ستشهد المنصات تطورات لتوفر تجارب تعلم مخصصة ومتكاملة مع تحسين واجهات المستخدم وتوفير محتوى تعليمي متنوع وممتع. ثالثا، زيادة الوصول والشمولية. أيضا سيزداد في المستقبل الوصول إلى التعلم عن بعد والتعلم المرن في الزمان والمكان، وذلك يسمح للأفراد بالوصول إلى التعلم بشكل مناسب أكثر ومرن. تبني نماذج تعلم جديدة. قد يؤدي التطور إلى ظهور نماذج جديدة كالتعلم الذاتي والتعلم القائم على المشاريع، وهذا يسمح للأفراد بتطوير مهاراتهم ومعرفتهم بمرونة أكبر. رابعاً، الواقع الافتراضي والواقع المعزز. يمكننا دمج تكنولوجيا الواقع الافتراضي والمعزز في التجارب التعليمية بعدة طرق مبتكرة، منها أولاً التجارب العملية الواقعية. يستخدم الواقع الافتراضي لتوفير طبعاً تجارب عملية واقعية في المجالات التي يصعب تجسيدها في العالم الحقيقي، مثل علوم الهندسة والطب وغير ذلك، وهذا يعزز فهم الطلاب والتجربة التعليمية. التعلم التفاعلي والتشاركي. أيضاً ممكن استخدام تقنيات لإنشاء بيئات تعلم تفاعلية وتشاركية، وبذلك يمكن للطلاب التفاعل مع المحتوى التعليمي والمحاكاة بطرق مختلفة ومبتكرة وشائقة. توسيع الحواس. يمكن للواقع المعزز أو الواقع الافتراضي توسيع قدرات الحواس للطلاب، مما يسمح لهم بتجربة تفاعلية شاملة مع المواد التعليمية بشكل يعزز التفاعل والاستيعاب. رابعاً، التعلم الذاتي والاكتشاف. يمكن للتكنولوجيا أيضاً المعززة والواقع الافتراضي تمكين الطلاب من التعلم الذاتي واكتشاف المواد التعليمية بشكل أكثر استقلالية، حيث يمكنهم استكشاف المفاهيم بطرق تفاعلية ومحفزة. خامساً، تعزيز التعلم التعاوني. يمكن أيضاً استخدام التقنيات المعززة والواقع الافتراضي لتعزيز التعلم التعاوني بين الطلاب، حيث يمكنهم التفاعل مع بعضهم البعض والعمل معاً على حل مشكلات ومهام التعليم. خامساً، تحقيق المساواة في التعليم. أيضاً التكنولوجيا استطاعت تحقيق المساواة من خلال ضمان الوصول الشامل،
حيث يجب التأكد من أن جميع الطلاب لديهم الوصول للتكنولوجيا والإنترنت عبر توفير الأجهزة اللازمة واتصال الإنترنت في المناطق النائية خاصة والمجتمعات المحرومة. وهذا يحتاج إلى جهود تضافرية بصراحة. ثانياً، تطوير موارد تعليمية شاملة ومتنوعة. ينبغي أيضاً تطوير موارد تعليمية متنوعة ومتاحة بلغات متعددة ومناسبة لاحتياجات الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. طبعاً بعض المناطق قد أسهمت في نشر ذلك، لكن ما زلنا نحتاج إلى رؤية مستقبلية كي نسعى إليها. ثالثاً، تخصيص التعليم وفقاً للاحتياجات الفردية. وهنا يجب استخدام التكنولوجيا لتخصيص التعليم وفقاً لاحتياجات كل طالب، بما في ذلك تقديم موارد إضافية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. وأنتم تعلمون أيضاً الطلاب ذوي القدرات المتفوقة تحتاج أيضاً لذلك. ورابعاً، تدريب المعلمين والموظفين بحيث أن نوفر التدريب والدعم المناسب للمعلمين والموظفين لاستخدام التكنولوجيا بشكل فعال في التعليم. وهذا بما في ذلك تطوير مهارات التعلم عن بعد والتواصل الرقمي. خامساً، تقليل الفجوات الرقمية بحيث نوفر برامج تعليمية لتعليم الطلاب مهارات التكنولوجيا والوعي الرقمي، وذلك للتغلب على الفجوات الرقمية بين الطلاب. سادساً، التركيز على الشمولية والتنوع. يجب أيضاً أن تكون الجهود المبذولة تحقق لنا المساواة في فرص التعلم، وتكون موجهة بشكل خاص نحو الطلاب ذوي الخلفيات المتنوعة والمجتمعات المهمشة. سادساً، تحديات الأمان والخصوصية. التعامل مع قضايا الأمان والخصوصية في بيئة التعلم الرقمي يتطلب اتخاذ عدة إجراءات وسياسات. أولاً، تبني سياسات الخصوصية بحيث أننا نعمل إجراءات صارمة لحماية خصوصيات البيانات الشخصية للطلاب والمعلمين وضمان سلامة استخدام التكنولوجيا التعليمية. ثانياً، توعية الطلاب والمعلمين. يجب أيضاً أن نعمل على توعيتهم بحيث أن يعرفوا أهمية حماية البيانات الشخصية وممارسة الأمان الرقمي وتوفير التدريب اللازم للتعرف على المخاطر وأيضا كيفية تجنبها. استخدام ثالثا البرمجيات والتطبيقات الموثوقة. وهنا ينبغي اختيار البرمجيات والتطبيقات التعليمية التي تضمن حماية البيانات الشخصية. سادسا، تحديات الأمان والخصوصية. نكمل ضمان التشفير والحماية القوية للبيانات. يجب استخدام التشفير والحماية القوية لبيانات كل فرد على حدة بحيث نضمن عدم تسربها أو استخدامها بشكل غير مصرح به. خامساً، التحقق من هوية المستخدمين. وبذلك يجب علينا تطبيق آليات التحقق من هوية هؤلاء الذين يستخدمون هذه البيانات حتى تبقى آمنة ويسهل علينا أن نحافظ عليها. متابعة التقييم المستمر. أيضاً علينا إجراء تقييمات دورية لسياسات الأمان والخصوصية وممارستها في بيئة التعلم وتحديثها بشكل مستمر. سابعاً وأخيراً، الابتكار في تصميم المحتوى التعليمي للوصول إلى ابتكار متكامل في تصميم المحتوى لتحفيز التفكير النقدي والإبداعي. يمكن اتباع الخطوات التالية أيضاً: فهم احتياجات الطلاب وتفضيلاتهم بحيث يجب البدء بفهم احتياجات جميع الطلاب، وذلك من خلال إجراء استطلاعات للطلاب أو مقابلات فردية حتى نفهم ما يثير اهتمامهم ويحفز تفكيرهم. ثانياً، تنويع وسائل التعلم. ينبغي تنويع هذه الوسائل مثل فيديوهات تفاعلية، أنشطة تعاونية، محاكاة افتراضية حتى نجذب انتباه الطلاب ونحفز تفكيرهم النقدي والإبداعي. ثالثاً، توجيه الاهتمام نحو المشكلات الحقيقية. فينبغي أيضاً أن نوجه اهتمامنا نحو المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع، وهذا يشجع أيضاً الطلاب على دكتورة استخدام ندى، المفاهيم النقدية. الصوت لو سمحتي. الصوت، هل الصوت غير واضح؟ على ما أعتقد عندي ما في أي إشكال. نعم، الصوت دكتورة، واضح واضح إن إن شاء شاء الله. الله.
بارك تفضل الله تفضل. فيكم، واضح. نعم، رابعا تشجيع التعلم النشط والمشاركة الفعالة. يجب تشجيع التعلم النشط والمشاركة الفعالة من قبل الطلاب، مثل المناقشات المباشرة والعروض التقديمية ومشاركة الأفكار والآراء بحرية. خامسا، توجيه التعلم باتجاه أهداف محددة. ينبغي هنا توجيه التعلم باتجاه أهدافنا، بحيث يكون المحتوى مصمما بشكل يشجع على تطوير المهارات والقدرات النقدية والإبداعية المطلوبة. سادسا، استخدام التقنيات التفاعلية والتشجيع على التجربة العملية، بحيث أننا نستطيع استخدام التقنيات التفاعلية مثل الواقع الافتراضي، الواقع المعزز، حتى نشجع التجربة العملية ونوفر بيئات تعلم تفاعلية تحفز التفكير. أوردت لكم بعض البرامج المفيدة في نهاية هذا اللقاء لتصميم المحتوى، منها جيميني، وتسعى لتطوير طبعا تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من خلال جوجل في متناول الأيدي، وهو جاهز حتى يساعد في الكتابة والتخطيط والتعلم والمزيد. وأيضا من البرامج جاما وغيرها، أنتم تعرفون شات جي بي تي، وأوردت لكم بعض البرامج التي يعني أصبحت مستخدمة وموجودة على المنصات. ختاما، النتائج والتوصيات. البحث والتحليل المستمر، علينا في البحث، فهنا علينا إجراء البحوث والتحليلات لفهم التغيرات في المجتمع والتكنولوجيا واحتياجات السوق. التفاعل مع أصحاب المصلحة من مثل الطلاب والمعلمين والأهالي والمؤسسات التعليمية والحكومية، حتى نفهم احتياجات وتطلعات ونضمن تطوير الرؤية التعليمية. استكشاف التقنيات الناشئة، ينبغي أيضا أن نستكشف التقنيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والواقع المعزز، وتقييم ذلك حتى يمكن توظيفه في تحسين عمليات التعلم والتعليم. التفكير بعيد المدى والمرونة أيضا يجب أن يكون قابل للتكيف مع التغيرات والتطورات المستقبلية، حتى نستطيع أن نصل إلى نهج طويل المدى ونحقق الأهداف التعليمية. وأخيرا، التعاون والشراكات، ينبغي أن تتضافر الجهود في مختلف وبين مختلف الجهات المعنية بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، حتى نحقق إن شاء الله أهداف التعلم ونواجه التحديات بأكثر فاعلية. الاستثمار في التعلم والبنية التحتية التعليمية، يجب علينا أيضا أن نستثمر ذلك ونجسد ذلك من خلال توفير التكنولوجيا والموارد اللازمة لتحقيق رؤية مستقبلية صحيحة للتطور التعليمي. ومن خلال هذه التوصيات يمكن تطوير رؤية مستقبلية صحيحة لتحديات التطور التعليمي وتحقيق تحسينات مستدامة في نظام التعليم لمواجهة التحديات المستقبلية بنجاح. ختاما، نرجو أن تؤخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار لدى القائمين على التربية والتعليم، حتى نتمكن من بناء وتطوير رؤية مستقبلية صحيحة لتحديات التطور التعليمي وتحقيق تحسينات مستدامة لننهض بنظام التعليم ونواجه التحديات المستقبلية بنجاح. نشكر لكم حسن إصغائكم، أعاد الله عليكم رمضان بالخير والبركات. شكرا لمنصة أريد على هذه الفرصة أو الفرصة الذهبية التي كنا فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتورة ندى على هذه المحاضرة القيمة، بارك الله فيك. أعرفكم بنفسي بما أن الصوت لم يكن واضح لدي في بداية الندوة، المهندسة نورة حسن، اختصاص هندسة بتروكيميائية من اللجنة التنظيمية لفعالية سباق الأمم في منصة أريد العلمية. والمشاركة القادمة، لأن الذكاء الاصطناعي بدأ يدخل في كل مفاصل الحياة ومنها التعليم، المشاركة القادمة تلقي الضوء على الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم، وهي بعنوان التعليم عن بعد والذكاء الاصطناعي ثورة لا تنتهي. تقدمها الدكتورة نجلاء محمد عبد العظيم ديوار. الدكتورة نجلاء دكتوراه في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم الإلكتروني، استشاري المكتبات الرقمية والتعليم الإلكتروني بالجامعة الكندية وعدد من الجامعات والمعاهد المصرية. تفضلي دكتورة، الصلاحية معك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، هل الصوت واضح؟ عفوا. الصوت واضح دكتورة، تفضلي. تمام. كل عام وأنتم بخير أساتذتي وزملائي الكرام، بمناسبة الشهر الفضيل، طيب الله أوقاتكم فيه بكل خير.
مداخلتين عن بعنوان التعليم عن بعد والذكاء الاصطناعي ثورة لن تنتهي. أود أن أتوجه بالشكر والتقدير للدكتور سيف السويدي المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة أريد العلمية الذي أتاح لنا التواصل مع القامات العلمية الرفيعة من كل فروع المعرفة البشرية، كما أتوجه إلى الشكر بالشكر والتقدير إلى السادة الباحثين الأفاضل زملائي المشاركين في ندوة التعليم عن بعد على إتاحة الفرصة كي ننهل من فيض علمهم الغزير. والشكر موصول للحضور الكرام والسادة المنظمين والقائمين على تيثير هذه الندوات الثرية. لدينا في محاور المشاركة بداية من التطورات المتلاحقة لتقنيات الاتصالات والمعلومات، جائحة كورونا تدق ناقوس الخطر، التعليم عن بعد والمشهد الجديد، الذكاء الاصطناعي هذه مجرد البداية، التعليم عن بعد والذكاء الاصطناعي وثورة مستمرة، التحديات وبعض مقترحات الحل والتوصيات. هذا بس تمرين لمدة دقيقة واحدة للحضور الكرام. ما تفسيرون هذه الصورة أو ماذا يرون؟ هل ممكن المشاركة؟ فقط دقيقة واحدة. السلام عليكم. وعليكم السلام دكتورة. هل الصوت واضح؟ الصوت واضح تمام. تمام. عن طريق الشات كان إجابات دكتور. أتابعها أستاذة نادر. تمام. هذه مشاركات جيدة. البعض يتوقع أن الصورة تعبر عن الواقع الافتراضي أو الواقع المعزز. يتصفح كتاب عبر الميتافيرس. هذه مشاركات جيدة. الصورة تعبر عن دور المكتبات الأكاديمية والمدرسية في العملية التعليمية، وهذه الصورة تتنبأ باندثار وجود المكتبات الأكاديمية والمدرسية كمبنى مادي، حيث أنها لن يصبح لها وجود في المستقبل ويصبح إتاحة جميع مقتنياتها من خلال عالم الميتافيرس. شكرا على المشاركة. في المقدمة، في أعقاب الأحداث العالمية المتتالية لا سيما الأحداث الأخيرة الخاصة بجائحة كورونا، ومع تزايد التطورات المتلاحقة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، برزت أهمية التعليم عن بعد. ومع ذلك فإن إمكانية انتشاره واعتماده بشكل رسمي على نطاق واسع ينضوي على العديد من التحديات التي يجب النظر إليها بعين الاعتبار لتحديدها ومعالجتها، وهذا ما سوف نسلط عليه الضوء. بداية نبدأ بالنقطة الأولى عن تطورات تقنيات الاتصالات والمعلومات. منذ اختراع الهاتف الذي يرجع للعالم العالم والمهندس الاسكتلندي الأصل جرامبل عام 1876 بداية، ثم إسهامات العالم الإيطالي ماركوني اخترع المذياع والتلغراف عام 1901، وبعد ذلك يعقبه تطورات عديدة لشبكات الاتصالات والخطوط الأرضية. ده رجع للعالم الأمريكي أوكراني الأصل مارتن كوبر عام 1928. ثم توالت الثورات، ومنها الثورة الرقمية، وتم الانتقال من التقنيات الميكانيكية إلى الإلكترونيات الرقمية منذ بداية أوائل الخمسينيات وأوائل السبعينيات من القرن العشرين. ثم ظهرت شبكة الإنترنت، وكانت بدايتها مع شبكة أربانيت. ده أدى إلى ظهور شبكة الويب العالمية بواسطة تيم بيرنر لي عام 1989. هذا أثر تأثيرا عميقا على تبادل المعلومات والاتصالات، ثم أدى إلى ظهور العولمة، وأصبح العالم كله قرية صغيرة يسهل الوصول إليها. جاءت بعد ذلك دور إنترنت الأشياء، وهو تعريفه بشكل مبسط هو ربط كل ما هو مادي بشبكة الإنترنت. فأصبحت على سبيل المثال للحصر أجهزة مثل الثلاجات والتلفاز يمكن التحكم بها وإعطائهم الأوامر من خلال الهاتف النقال، وما إلى ذلك من الإمكانيات التي قدمتها تقنيات التخزين السحابي. جائحة كورونا دقت ناقوس الخطر، فمنذ ظهور الفيروس توقفت الحياة تماما منذ أواخر ديسمبر
عام 2019 في يوهان بالصين، هذا أحدث اضطراب لا مثيل له في المجتمع العالمي. ومع انتشاره السريع ومعدلات انتقاله المرتفعة، نفذت الحكومات جميعها تدابير صارمة لاحتواء الفيروس، وهذا تضمن قيود عالية على السفر وبروتوكولات تباعد اجتماعي، أدى إلى توقف مفاجئ للحياة وبالتالي إغلاق للمدارس والجامعات وتعليق التجمعات الاجتماعية. ثم بعد ذلك بدأ التفكير في طرق بديلة لممارسة الحياة. شهد المجتمع تحول جذري، مما دفع إلى التحول نحو طرق بديلة يفكرون فيها للمعيشة والعمل. ظهر التعليم عن بعد هو القاعدة الرئيسة بالنسبة للكثيرين، ويسر هذا الأمر التقدم الكبير في التقنيات والاتصال الرقمي، أدى إلى ظهور منصات اتصال افتراضية. هذا مكن الأفراد من البقاء على اتصال مع ذويهم، وحفز على إعادة تقييم أولويات وتعديل أنماط الحياة. علاوة على ذلك، أدى الوباء إلى تسريع الاتجاهات نحو التسوق بالإنترنت وظهور كل ما هو جديد في عالم التعليم عن بعد. هذا بالتالي هذا أثر على وجود أو ظهور أهمية لإدارة الأزمات. ظهر هذا هذه الأهمية ظهرت بشكل فعال في التخفيف من تأثير حالات الطوارئ وحماية الصحة والسلامة العامة. وشمل هذا العناصر الأساسية لإدارة الأزمات الناجحة اتخاذ القرار في الوقت المناسب وتنسيق الموارد بشكل فعال والتعاون بين أصحاب المصلحة ومتخذي القرار. وقد استجابت الحكومات والمنظمات بسرعة لاتخاذ تدابير لازمة وحشد كل طاقاتها ومواردها للسيطرة على انتشار الفيروس والتخفيف من عواقبه، فحرصت على التوصل الشفاف والمشاركة مع الجمهور، والذي بات ضروريا لبناء ثقة ومكافحة المعلومات المضللة. التعليم عن بعد والمشهد الجديد. ظهر تسببت جائحة كورونا في اضطرابات غير مسبوقة في أنظمة التعليم في جميع أنحاء العالم، واضطرت المدارس والجامعات إلى الإغلاق مؤقتا لمنع انتشار الفيروس. نتيجة لهذا أصبح لدينا أكثر من 1.2 مليار طفل على مستوى العالم كانوا خارج الفصول الدراسية بسبب إغلاقات المدارس. وفقا لتحليلات البنك المركزي البنك الدولي عفوا، تم تمديد مواعيد التخرج الجرادويشن، وتأثرت الأنشطة البحثية بشكل عام. أدى الوضع الحالي إلى صعود التعلم الإلكتروني، والذي ظهر كبديل قوي أثناء وباء الكوفيد. وهذا ظهر بقوة أنه يجب يتحتم علينا التحول نحو مسار التعلم عن بعد. تحول التدريس من الفصول الدراسية التقليدية إلى المنصات الرقمية عن بعد. وجدير بالذكر أن الأبحاث أشارت إلى أن التعلم عبر الإنترنت يمكن أن يزيد من الاحتفاظ بالمعلومات ويكون أكثر كفاءة في استغلال الوقت والجهد. ثم ظهر بعد ذلك التبني العالمي لتقنيات التعليم. حتى قبل انتشار فيروس كوفيد كان هناك نمو كبير في تكنولوجيا التعليم. بلغت الاستثمارات العالمية في مجال تكنولوجيا التعليم 18.66 مليار دولار أمريكي عام 2019، والذي من المتوقع أن يصل إجمالي سوق التعليم عبر الإنترنت إلى 350 مليار دولار بحلول عام 2025، أي بعد عام واحد، بما في ذلك التقنيات الرئيسة المعتمدة مثل تطبيقات اللغة والدروس الخصوصية الافتراضية وأدوات مؤتمرات الفيديو كونفرنس وبرامج التعلم عن بعد. من الأمثلة على الاعتماد على تقنيات التعليم تانسيت كلاس روم، هذا التقنية التي يستخدم على نطاق واسع في الصين بعد أن أصدرت الحكومة تعليمات للطلاب باستئناف الدراسة عبر الإنترنت. مما سبق نستخلص أن بات الاعتماد بشكل رئيسي على التعلم المختلط، هذا أمر لا جدال فيه، حيث كشفت الدراسات على أن التعلم عن بعد لم يكن بنفس القدر من الفعالية في كل مكان. من المرجح أن يستمر التعلم المختلط الذي يجمع بعد انتهاء الكوفيد، يجمع ما بين الحضور الشخصي والإنترنت في آن واحد. الذكاء الاصطناعي هذه مجرد البداية. كلنا يعلم أن الذكاء الاصطناعي عبارة عن محاكاة الذكاء للذكاء البشري في الآلات، ويشمل قدرة أجهزة الحاسب الآلي والبرمجيات على أداء مهام تتطلب إدراك بشري مثل التعلم وحل المشكلات والتفكير واتخاذ القرارات.
أهمية الذكاء الاصطناعي هو يقوم بعمليات منها الأتمتة وتعزيز عملية صنع القرار، ويتيح ميزة التخصيص اللي هي customization، ويسهم في التقدم العلمي والنمو الاقتصادي. الذكاء الاصطناعي ومجالات المعرفة، شمل الذكاء الاصطناعي عدة مجالات معرفية، على سبيل المثال على الحصر مجالات الرعاية الصحية، مجالات التمويل الفاينانس، التداول وتقييم المخاطر وخدمات العملاء، مجالات المواصلات الترانسبورتيشن والتنبؤ، تشغيل مركبات ذاتية القيادة والتنبؤ بحوادث الطريق مما يقلل الزحام وهكذا. أيضا في مجال الترفيه ظهر أنه يسهم في توليد صور، وأيضا الآن يمكن أن يقوم بتأليف قطع موسيقية وهكذا. علوم بيئية، وفي مجالات التعلم ظهر ثورة، أسهم الذكاء الاصطناعي في ظهور ثورة في مجال التعلم، فقد أسهم وساهم المعلمين في عمليات التدريس وعمليات تقييم الطلبة. أصبح دكتورة، التطور تبقى من المستمر الوقت خمس للذكاء، دقائق لو سمحتي. عفوا 5 دقائق لنهاية وقتك لو سمحتي. أوكي ننتقل، أوكي ننطلق إلى الشريحة قبل الأخيرة التي عن التعليم عن بعد والذكاء الاصطناعي ثورة مستمرة. مزايا دمج الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، هو يحدد مسارات تعليمية مخصصة ويسهم في عملية التقييم ويسهم في تنظيم المحتوى ويسهم في التقييم الآلي. تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعلم عن بعد، كما ذكرنا في التدريس والتقييم وجودة المحتوى التعليمي وكشف الانتحال، وكما ساهم الواقع الافتراضي والواقع المعزز في تحسين تقديم المحتوى التعليمي، أيضا عملية روبوتات الدردشة والمساعدين الافتراضيين. التحديات والحلول، أظهر التحديات والحلول رقم واحد البنى التحتية والنظام البيئي. هذا التحدي من ضمن التحديات التي يجب أن معظم البلدان النامية ليست مؤهلة بالدرجة الكافية للتحول نحو عصر الذكاء الاصطناعي. هذا تحدي، والحل أنه يجب أن تهتم الحكومات بتوفير بنى تحتية قوية تخدم أغراض التنمية المستدامة. رقم اثنين الوصول، لا يتمتع جميع الطلاب بفرص متساوية في الوصول إلى التقنيات والاتصال بالإنترنت، وهذا التحدي الرد على في المقترح يجب أن يتم تنفيذ مبادرات مستهدفة لسد الفجوة الرقمية، ويشمل ذلك توفير أجهزة وصول إلى الإنترنت ودعم التقني للمجتمعات النائية. المشاركة والتحفيز motivation، قد يكون الحفاظ على مشاركة الطلبة وتحفيزهم في الفصول الافتراضية هذا أمرا صعب، ولكن المقترح أن يتم الاستفادة من منصات التعلم المخصصة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، ثم بعد ذلك التقييم والنزاهة integrity، ضمان إجراء تقييمات عادلة وآمنة للطلاب الذين يتدارسون في أماكن نائية، ثم بناء القدرات، أي يجب أن يتم رفع مهارات المعلمين والمتعلمين والدارسين، حيث يحتاج المعلمون اكتساب مهارات رقمية جديدة لدمج الذكاء الاصطناعي بشكل فعال في أساليب التدريس. الأمن والخصوصية، تزايد اعتماد التعليم على جمع البيانات الشخصية أصبح ضمان أمن وسرية البيانات أمرا بالغ الأهمية، لذا يجب أن يتم استخدام تقنيات زي البلوك تشين المدعومه بالذكاء الاصطناعي التي تحكم السيطره على البيانات بشكل آلي وتصعب من سبل تعقبها. بالنسبه للتوصيات، التوصيات رقم واحد يجب الاهتمام الحكومات بالبنى التحتيه التقنيه بشكل جيد واعطاء الاولويه ورصد الميزانيات لذلك. رقم اثنين يجب ان تتكاتف الحكومات العربيه من اجل ابتكار تطبيقات تدعم اللغه العربيه في مجالات التعليم. رقم ثلاثه ضروره الاهتمام بتدريب المعلمين ورفع مستواهم التقني. رقم اربعه الاهتمام القضايا الأخلاقية للذكاء الاصطناعي فيما يخص قضايا التعليم بما في ذلك التحيز والخصوصية والشفافية. رقم خمسة ضرورة الاستعانة والتعاون مع المعلمين والتقنيين وصانعي السياسات، ويجب أن يتم الاهتمام بتشكيل لجنة تمثل المعلمين ويكون لها دورا فعالا في اتخاذ القرار عند وضع الحكومات لسياسات الذكاء الاصطناعي في التعليم. شكرا لكم. شكرا دكتورة نجلاء على هذه المحاضرة القيمة، طرحت فيها العديد من النقاط المهمة. الآن قبل أن نأخذ المشاركة التالية، أحد العبارات التي تلخص الكثير من النقاط المهمة في العملية التعليمية تقول: قل لي وسوف أنسى،
أرني فربما أتذكر وأشركني وسوف أفهم. مقولة تختصر الكثير من أساسيات التعليم، وهنا ينشأ التحدي الكبير لدى أصحاب الاختصاص في التعليم عن بعد في بناء العلاقة التفاعلية بين المعلم والطالب واعتماد الأدوات المناسبة وانتهاج طرق مبتكرة تساهم في بناء هذه العلاقة. وبلا شك بأن المهمة صعبة وذات طبيعة خاصة عند التعامل مع الطلاب في مرحلة المدرسة. المشاركة القادمة تشرح التحديات وتقترح الحلول للتعليم عن بعد في مرحلة المدرسة، وهي تحمل عنوان التعليم عن بعد في المدرسة المغربية تحديات وحلول، يقدمها الأستاذ محسن أعريوة، وهو باحث بمرحلة الدكتوراه، وهو أستاذ السلك التأهيلي بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المملكة المغربية. تفضل أستاذ محسن، الصلاحية معك. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية أحيي جميع القائمين على منصة أريد، وعلى جميع كذلك الحاضرين في هذه الندوة العلمية المائزة. يعني لقد لعبت الاكتشافات العلمية الحديثة وأنظمة الاتصال والمعلومات دورا مهما في تغيير سياسة العديد من الشعوب، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو التعليم، حيث تم إدماج الرقمنة في كل القطاعات. ويعد قطاع التربية والتعليم من أكثر المجالات التي تأثرت بهذه الوسائط الرقمية. ومن هنا فقد شكل الغزو الإلكتروني طفرة إبستيمولوجية وسوسيوثقافية استبدت بمناهج وبرامج التعليم الكلاسيكية وهيمنت عليها وحاصرتها في ركن الزاوية. وذلك بإحداث ثورة رقمية على المدرسة التقليدية، حيث تم إبداع أنماط جديدة للتعليم والتعلم والكشف عن إمكانات واسعة في التحليل والتخطيط والاستجابة المرنة والفعالة لحاجيات متعلمي القرن 21، مما أدى بكل دول العالم إلى إعطاء أهمية بالغة للمهارات الرقمية وللتعليم الرقمي والإسراع في تنزيل مضامينه وآلياته في جميع مستويات التعليم، سواء الأولي أو الابتدائي، الإعدادي، الثانوي، التأهيلي والجامعي كذلك. ومن بين هذه الدول نجد المملكة المغربية، فواقع وطبيعة التحديات التي تواجه المدرسة المغربية في عصر التحول الرقمي والتكنولوجي واقتصاد المعرفة فرضت الكثير من التحولات الهامة في النظام التربوي التعليمي في بلدنا. ولهذا سنحاول معالجة هذا الموضوع من خلال المحاور التالية: أولاً التعليم وسياق التحول الرقمي، ثانياً التعليم عن بعد في التوجيهات والوثائق الرسمية المغربية، ثم ثالثاً المدرسة المغربية وتدبير التعلمات عن بعد في جائحة كورونا، ثم كذلك رابعاً تحديات وإكراهات التعليم عن بعد. منذ بداية التفكير وصناعة التعليم والتعلم، والإنسانية تسعى إلى تطوير آليات فهمها للواقع من خلال مجموعة من الطرق والأساليب المبتكرة في كل مرحلة، وخصوصا في هذه المرحلة وهي مرحلة التحول الرقمي. ولهذا فكما قال ريفيل نويل أن مسألة التحول الرقمي في العالم مرت عن أربع تحولات. التحول الأول وهو يرتبط بالمعالجة بطريقة متجانسة لكل المعلومات، وهنا ما أصبح عندنا ما يسمى بالنص على الوراق والصوت على الأشرطة المغناطيسية، ثم مجموعة من الأفلام والأشرطة. ففك المعلومة عن دعامتها بشكل قد يشكل إذن ثورة بالغة الأهمية. التحول الثاني وله علاقة بتلك التطورات الحاسمة التي تحققت بفضل الإلكترونيات والبرمجيات. ثم التحول الثالث وهو يهتم كذلك بتطوير علوم جديدة كالإعلاميات ومعالجة الإشارة، بالإضافة إلى التحول الرابع نجده في غنى التطبيقات الناتجة عن المهارات التي تحققت عقب الابتكار التكنولوجي والثورات الصناعية. ولهذا فهذا التحول الرقمي قد أثر كثيرا خصوصا على المدرسة، فانتقلنا من المدرسة التقليدية إلى المدرسة الحديثة. وذلك عن طريق منذ البداية تم إحداث مجموعة من البيداغوجيات، انطلاقا من بيداغوجيا المضامين، بيداغوجيا الأهداف، ثم المقاربة بالكفايات، وكذلك نظرية التعلم، النظرية السلوكية، النظرية البنائية، السوسيو بنائية، النظرية الجشتاتية، وكل ذلك لتحسين العملية التعليمية التعلمية والرفع من مرضوضية التعلمات وإشراك المتعلم في حل مشكلاته وتصحيح كذلك تمثلاته، بالإضافة إلى اعتماد مجموعة من الأدوات المساعدة على ذلك كالسبورة والدفتر والكتاب المدرسي واستراتيجية وطرح توليد الأسئلة.
إلا أن التطور التكنولوجي أعاد النظر في هذه المقاربات والممارسات التربوية الكلاسيكية، وجاء بأدوات ومقاربات حديثة لرقمنة التعليم. وهنا يمكن نتحدث عن المصلات الضوئي ودمج الأشرطة والصوت والصورة، بالإضافة إلى الكتاب المدرسي الرقمي والسبورة التفاعلية والموارد والمكتبات الرقمية، بالإضافة إلى اللوحات الإلكترونية والتعددية الوثائقية والتواصل الافتراضي، وذلك كله لتحقيق مجموعة من الكفايات والمهارات الرقمية التي تستجيب لمتطلبات العصر ولحاجيات كذلك سوق الشغل، وتجعل من المتعلم فاعلا في مؤسسته متفاعلا مع هموم مجتمعه، وليس فقط عبارة عن متلقي للعلوم وذاكرة لتخزين المعارف. وهنا انتقلنا كذلك إلى ما يسمى من المثلث الديداكتيكي إلى المربع الديداكتيكي، حيث المدرسة التقليدية أو التعليم التقليدي كان لدينا فقط المتعلم الذي كان في محور العملية التعليمية التعلمية، بالإضافة إلى المدرس الذي ينقل لنا المعرفة من المعرفة العالمة إلى المعرفة المدرسة ثم كذلك المعرفة. إلا أن في الوقت الحاضر أصبحت لدينا ما يسمى تكنولوجيا المعلومات والاتصال، حيث أصبحت في قلب هذه العملية التعليمية التعلمية كان يعتمد فقط في المقاربة التقليدية على تدخل المدرس من أجل تنزيل المعرفة للمتعلم، إلا أن اليوم التكنولوجيا أصبحت تساعد كذلك في بناء المعرفة، بل بناء مجموعة من المعارف، وهذا ما يؤكد كذلك على الدور المحوري للتعليم الرقمي في تأسيس مدرسة منفتحة للجميع وكذلك منفتحة للجميع في جميع الحياة. إذن ثانيا التعليم عن بعد في التوجيهات والوثائق الرسمية المغربية. إن سياق التحول الرقمي الذي عرفه العالم في الألفية الثالثة جعل من المغرب يعيد النظر في ترسانته القانونية والتنظيمية لحقل التربية والتكوين، كما حاول كذلك تعزيز الدور الريادي من خلال الانخراط الفعلي في تبني مشروع الرقمنة وإدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال في العملية التعليمية التعلمية عبر العديد من الوثائق والتوجيهات الرسمية. والمقصود بهذه الوثائق الرسمية هي مجموع الوثائق القانونية والتوجيهات التربوية الرسمية التي تؤطر منظومة التربية والتعليم في المملكة المغربية، وهي دستور المملكة سنة 2011، الميثاق الوطني للتربية والتكوين، البرنامج الاستعجالي 2012-2012، ثم كذلك الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، بالإضافة إلى قانون الإطار. يعني من بين أهم هذه الوثائق الرسمية هو الميثاق الوطني للتربية والتكوين، بحيث يعد هو الدستور التربوي الأول في المملكة المغربية، وقد جاء في الدعامة العاشرة في المواد 19 و20 و21 على ضرورة استعمال التكنولوجيا الجديدة للإعلام والتواصل، وكذلك إدماج هذه الوسائل الحديثة في الواقع وتزويد المؤسسات بالأجهزة المعلوماتية وحصر المجالات التي يمكن فيها استثمار هذه التكنولوجيات، ثم تحدث كذلك بالاستعانة بالتعليم عن بعد في المستوى الإعدادي والثانوي في المناطق المعزولة. إذن يمكن نتحدث كذلك عن الدليل البيداغوجي لإدماج تكنولوجيا المعلومات، فهو وثيقة مهمة لإدماج المعلومات والاتصالات في التعليم منذ سنة 2012، حيث تحدث عن مجموعة من الخطوات من أجل تنزيل التعليم الرقمي والتعليم كذلك عن بعد، بالإضافة إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح سنة من 2015 إلى 2030، فقد حثت على أهمية التعليم الرقمي وكذا محورية هذا التعليم في العملية التعليمية التعلمية. إذن القانون الإطار وكذلك وثيقة رقم 1751، وثيقة مهمة سنة 2016، تحدثت عن أهمية التعليم الرقمي وكذلك التعليم عن بعد، بالإضافة إلى ما جاء في تقرير النموذج التنموي الجديد سنة 2011 2021. إذن بالنسبة للمحور الثالث وهو تدبير التعلمات عن بعد بجائحة كورونا، إذن أول شيء سوف نتحدث عنه بالنسبة لهذه المسألة هو تلك التغيرات التي وقعت في جائحة كورونا، بحيث أصبح التعليم الرقمي أو ما يسمى التعليم عن بعد في محك العملية التعليمية التعلمية. فبعد سنوات قليلة من بداية تنزيل المضامين
لهذه التوجيهات والوثائق الرسمية من خلالها كذلك مضامين الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار كرافعة لإصلاح منظومة التعليم، تفاجأ العالم بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ليصبح مشروع رقمنة التعليم على المحك، وذلك لتدبير التعلمات عن بعد. إذا أول ما وقع هو تم إحداث خصوصا من الوزارة الوصية للمنصة الإلكترونية تسمى بتلميذ تيس، وقد بلغ معدل المستعملين لهذه المنصة حوالي 600 ألف مستعمل يوميا، كما بلغ مجموع الموارد الرقمية المصورة التي تم إنتاجها 3000 مورد، بالإضافة إلى أقسام افتراضية من خلال ما يسمى بتيمز، حيث بلغ عدد الأقسام الافتراضية إلى 400 ألف قسم افتراضي بنسبة تغطية تساوي 52% من مجموع الأقسام. بالإضافة إلى القنوات التلفزية الرسمية كالقناة الثقافية والقناة الأمازيغية وقناة العيون، حيث بلغ عدد الدروس المصورة في هذه القنوات التلفزية 56 درس يوميا، بما مجموعه 730 درس، كما بلغ مجموع الدروس المصورة التي تم إنتاجها حوالي 2600 درس. إذا تحديات وإكراهات التعليم، وهذا ما يهمنا خصوصا في تنزيل ما يسمى بالتعليم الرقمي في المؤسسات، سواء في إفريقيا شمال إفريقيا وسواء كذلك في كل الدول العربية. فرغم العديد من المجهودات التي بذلتها الحكومة وبذلتها كذلك الدول التي تريد أن تؤسس للتعليم الرقمي من أجل إحداث نهضة رقمية في المدرسة، إلا أن المنظومة التعليمية بالمغرب لا زالت تشكو من وضعية إشكالية ومن أعطاب مزمنة ومشاكل مادية وبشرية ومؤسسية وتربوية تعيق كل محاولة الإصلاح وتأهيل منظومة التربية والتكوين الوطنية، وهذا باعتراف كذلك مجموعة من التقارير التي وضعت في هذه المسألة. وعلى مستوى واقع المؤسسات التعليمية، حسب التقرير التحليلي لتطبيق الميثاق الوطني، فإننا نجد ضعفاً في تجهيزها بالحواسيب مقارنة بمجموعة من الدول. بالإضافة إن ورش التعليم عن بعد أو التعليم الرقمي عرف مجموعة من التحديات والإكراهات، شأنه في ذلك شأن العديد من المشاريع التربوية والرؤى الإصلاحية في بداية تنزيلها واصطدامها بالواقع، ليكون فاعلية الإصلاح تكمن في انخراط جميع المتدخلين والفرقاء الاجتماعيين، فهو يحتاج إلى إرادة جماعية وانخراط مجتمعي شامل لتحقيق أهدافه. وكذلك من بين هذه المعيقات والإكراهات، أولا غياب الأدوات والتجهيزات والبنيات التحتية التكنولوجية الضرورية للتحول الرقمي، فالتعليم الرقمي يحتاج إلى بنية تحتية رقمية مهمة من أجل تنزيل ورش التنمية البشرية ومواكبة التقدم التقني والتكنولوجي العالمي المتسارع. وقد حل المغرب على مستوى الأدوات والتجهيزات والبنية التحتية التكنولوجية الضرورية للتحول الرقمي في المرتبة 100 من أصل 176 بلد على صعيد مؤشر التنمية التكنولوجية المعلومات والاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة سنة 2017، والمرتبة 93 من بين 134 بلد في مؤشر جاهزية الشبكات سنة 2020، مع نقاط قوة من حيث الولوج 71 والتنظيم الرتبة 67 وفقا للتصنيف العالمي. إذا سأمر مباشرة إلى أغلب هذه التحديات. أول التحديات التي تكون عائق في تنزيل ما يسمى بالتعليم الرقمي على صعيد المجتمعات العربية هو الأسرة والمجتمع، ولهذا تعتبر الأسرة دعامة أساسية لأي مشروع نهضوي إصلاحي، وبالخصوص في مجال التربية والتعليم، فهي تساعد بشكل كبير في تنزيل أو عرقلة عجلة التعليم الرقمي، وخصوصا في المغرب نجد أن العديد من الأسر لا تتوفر على ثقافة رقمية، فهي بالكاد تشجع وتحفز أبنائها على ذلك، فالوعي بقيمة وضرورة التعليم الإلكتروني يسهم بقوة في الانخراط الفعلي للأسر خصوصا وللمجتمع كذلك عموما من أجل مأسسته والدعوة إليه والتربية عليه. بالإضافة إلى الحكومات والوزارات الوصية على قطاع التربية والتعليم، عند الغوص في التوجيهات التربوية والوثائق الرسمية المؤطرة للتعليم الرقمي في المؤسسات وفي المدرسة المغربية، نجد أن هناك فجوة عميقة بين تحليل ومقارنة واقع الدول المتقدمة، وهذا للأسف ما نسقط فيه،
خصوصا في سلك المقارنات بين المجتمع الغربي وبين ما وصل إليه الغرب، وللأسف ما وصلنا إليه اليوم بحد بكوننا لا زلنا يعني في ركب التقدم التقني. فهناك فجوة عميقة بين تحليل ومقارنة واقع الدول المتقدمة التي اشتغلت على التنزيل الفعلي للمضامين الرقمية منذ أمد بعيد بحثا وتأليفا ومدارسة وتدريسا، وبين واقعنا الذي لا زال يتعثر في رقمنة العديد من الميادين، ليس فقط التعليم، كالإدارة العمومية والقضاء والعديد من القطاعات التي تحتاج إلى الرقمنة. بالإضافة إلى التكوين الرقمي للأطر الإدارية والتربوية الممارسة والتي في طور التكوين، إن التحدي الأكبر في مشروع الرقمنة التعليم يقوم ابتداء على تكوين الأطر الفاعلة في الحقل التربوي من أساتذة وأطر إدارية الذين هم في احتكاك مباشر بالمتعلم. وللحديث عن النهضة الرقمية أو الإلكترونية يقتضي بالأساس تفعيل هذه النهضة على مستوى تكوين هؤلاء الكوادر وهؤلاء الأطر. فمن الحماقة أن نتحدث عن تعليم رقمي بتكوين تربوي وإداري كلاسيكي تقليدي للأطر الإدارية والتربوية، ولا أدل على ذلك من وجود مجموعة من الأساتذة في بعض المؤسسات لحدود اللحظة لا يجيدون استعمال الحاسوب أو المصلات الضوئي. ولهذا فكيف سيدمجون التعليم الرقمي في ممارستهم التربوية؟ بل وهناك أيضا أطر إدارية لا تحسن استعمال بوابة مسار لمسك نقاط التلاميذ، فكيف لهؤلاء كذلك أن يحفزوا على مدرسة المعرفة أو مدرسة الرقمنة؟ من بين التحديات كذلك الفوارق الاجتماعية واللامساواة الرقمية، فأغلب المتعلمين يقطنون في العالم القروي، ونحن نعلم جيدا ما يعانيه الوسط القروي من ندرة الوسائل الإلكترونية وانعدام صبي الإنترنت، مما يشكل تحديا لهؤلاء المتعلمين من متابعة تعلماتهم. بل هذه المشاكل لديهم ندرة الإنترنت أو انعدام صبي، بل في المدن الكبرى هناك انعدام لصبي الإنترنت. إذا فكيف سنتحدث عن تعليم رقمي أو عن تعليم عن بعد؟ كخاتمة، لقد حاول المغرب تبني مشروع التعليم عن بعد للانخراط الإيجابي في مجتمع المعرفة، وذلك من خلال وضع ترسانة تشريعية وتنظيمية مهمة لإدماج تكنولوجيا الإعلام والاتصال في العملية التعليمية التعلمية، وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية بدروس مصورة وموارد رقمية ومنصات إلكترونية. وقد كانت جائحة كورونا هي المحك الحقيقي لإعادة النظر في آليات تنزيل التعليم الرقمي والموارد الرقمية في المنظومة التربوية، والوقوف على التحديات والإكراهات من أجل استيعابها وتجاوزها. وبناء على هذه الاستنتاجات تطرح الدراسة مجموعة من التوصيات. أولاً، العمل على عقد لقاءات تحسيسية وحملات توعوية مع آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، وعدم الاكتفاء فقط بثنائية المدرس والمتعلم، ولما لا الانفتاح على المجتمع المدني والهيئات الغير حكومية للتعريف بالتعليم الرقمي ومدى راهنيته كذلك في وأهميته كذلك في رفع من جودة التعليم. ثانيا، التكوين الرقمي على غرار التعليم الرقمي، سواء التكوين الأساسي في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، أو التكوين المستمر لمواكبة مستجدات عالم التكنولوجيا، وذلك لكل الأطر الإدارية والتربوية في الوسط المدرسي. ثالثا، تحقيق العدالة الرقمية وتقليص الفوارق الاجتماعية وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص من خلال مجانية صبيب الإنترنت، أو على الأقل تزويد المؤسسات العمومية بصبيب الإنترنت كما هي تجربة بعض الجامعات المغربية الآن. رابعا، خامسا، توسيع العمل التوعوي والتحسيسي، ليس فقط للحديث عن أهمية ونجاعة التعليم الرقمي، بل أيضا كيفية الاستعمال والاستثمار الآمن والجيد للتكنولوجيا، وذلك لما تطرحه اليوم من تحديات أخلاقية ومشكلات قانونية، حيث أصبحت تثير القلق للعديد من الأسر، وذلك ناتج عن الاستعمال السيء أو التربية الرقمية السيئة التي يعيشها الوسط المدرسي، وكذلك عدم استغلال هذه الوسائط الرقمية استغلالا ناجعا. أخيرا، الشروع في إحداث ميثاق أخلاقي للاستعمال الجيد والآمن للمواقع والتطبيقات وكل ما هو إلكتروني، مع ضرورة المتابعة والمصاحبة الدائمة لآبائي وأمهاتي وأولياء المتعلمين. وشكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ محسن، شكرا على هذه المحاضرة القيمة، سلطت الضوء على العديد من النقط المهمة جدا. المشاركة القادمة يقدمها الأستاذ بدر علاء أحمد عبد المنعم، باحث ماجستير في مجال تكنولوجيا التعليم، كلية التربية النوعية، جامعة عين شمس. المشاركة تحمل عنوان فرص الاستثمار في التعليم عن بعد بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وأفريقيا. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل الصوت واضح؟ وعليكم السلام ورحمة الله، واضح أستاذ، تفضل. أهلا وسهلا بحضراتكم، أنا اسمي بدر علاء أحمد، متخصص في مجال تكنولوجيا التعليم بخبرة أكثر من 14 عام، أعمل في أحد شركات التعليم الإلكتروني والذكاء الاصطناعي، وأشغل منصب رئيس قسم وحدة التكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي في التعليم شركة إكسون تكنولوجيا. أهدي إليكم كل كلمات الترحيب التي يمكنني استخدمها قبل أن نبدأ هذه الندوة، لكم مني كل التقدير والحب في ذلك الوقت الذي سوف نقضيه سويا، وأتمنى أن تقضوا وقتا سعيدا وأن تحصلوا على الفائدة من موضوعنا الذي سوف نطرحه عليكم اليوم بعنوان تحديات الذكاء الاصطناعي في إنشاء محتوى التعليم الإلكتروني في الأسواق العربية، فهيا بنا. في هذا اللقاء الذي يجمعني بحضراتكم سأسلط الضوء على 4 محاور ربما تلهم حضراتكم في البدء في الاستثمار بمجال التعليم. التعليم الإلكتروني بوجه عام يمكننا الحديث عن فرص بمجال التعليم الإلكتروني طول النظر لتداخل التفاصيل التي يحتويها من تخصصات متنوعة وأساليب تقنية متنوعة تتناسب مع جميع القطاعات التعليمية والصناعية والطبية وأيضا التكنولوجية. سنبحر سويا لتحليل سريع لقطاع التعليم في الشرق الأوسط، وهو أمر يحتاج إلى العديد من الجلسات لنتناوله بالتفصيل، ولكن سنعرضه بطريقة إجمالية ونترك لكم البحث والتعمق في التفاصيل التي أستعرضها لحضراتكم. أما النقطة الثانية، ربما يكون معنا الآن من يفكر في الاستثمار في مجال التعليم الإلكتروني، ولكن ينتابه الخوف من المجازفة وعوامل الخسارة التي ربما تلحق به أو تؤخر العائد. سنؤكد على أين تكمن الفرص وكيف نبدأ. بعدها نتحدث عن متطلبات فرص الاستثمار في مجال التعليم بالذكاء الاصطناعي في زيادة فرص الاستثمار. وبعدها نعمل على تحليل المنتجات الرقمية وخدمات توافق مع المفاهيم الجديدة للتعليم. فهيا بنا. يدور هذا السؤال بصورة أكثر جدية في عقول الكثيرين في هذه الأيام، وبصراحة تامة لا أستبعد حصول ذلك في السنوات القليلة القادمة. لقد كانت ولا زالت التقنية تلعب دورا مهما في تحسين الكفاءة والإنتاجية لمختلف القطاعات والصناعات. خلال السنوات القليلة الماضية شاع مصطلح تقنية التعليم أو الإيديوتيك، وهو مصطلح يستخدم لوصف الصناعة التي تشتمل على التعليم والتقدم التقني ودمجهم مع بعضهم البعض وإحداث ثورة في المشهد التقليدي للتعليم. مصطلح إيديوتيك أو تقنية التعليم تشتمل على كل شيء من الاستخدام البسيط للتقنية لتدريس مثل الرياضيات والقراءة للأطفال، تقديم الواجبات المنزلية عبر الإنترنت، تطبيقات الجوال للتعليم، وتقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي. قبل البدء في الحديث عن التغير الذي سيحدث في الشرق الأوسط، نتعرف على حجم الاستثمار أولاً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، لكي ندرك مدى التأثير الذي سينعكس على الأرباح والأثر المجتمعي والثقافي في المنطقة. انتشرت مؤخراً المنصات الإلكترونية التعليمية والمتخصصة في نشر خدمات التعليم عبر الاعتماد على الآليات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، كما ساهمت العديد من المنصات الإلكترونية
في توفير التمويل اللازم لتمويل خدمات التعليم لأولياء الأمور بهدف توفير التعليم للأبناء، وإن كان بنظام التقسيط لتيسير الأمور للأسر العربية والمصرية على وجه الخصوص. قد بلغ حجم سوق الاستثمار بلغ حجم سوق الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا بحوالي 110 مليار دولار، ويضم 56 مليون طالب و270 ألف مدرسة. يعد التمويل العنصر الرئيسي في عملية دراسة الجدوى لأي مشروع للتعليم الإلكتروني، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تحديد حجم التمويل المخصص إلا في إطار تحديد الأهداف الخاصة بكل مؤسسة، وأيضا الشريحة المستهدفة، ومدى توافر البنية التحتية اللازمة التي تتمثل في توافر تكنولوجيا الاتصالات في البلد المقام به المشروع والشريحة المستهدفة أيضا. أما بالنسبة للبنية التحتية فيرى العديد من الخبراء أنها لا تشكل في الوقت الراهن عائقا لدى معظم الدول العربية، فتقنية المعلومات والاتصالات وصلت إلى مستوى معقول في دول كمصر ودول الخليج وتونس والمغرب، ومع اختلاف التقديرات الاستثمارية للقيام مثلا بمشروع مركز تعليمي عبر أحد المواقع على شبكة الإنترنت أو إنشاء منصة إلكترونية. فنلاحظ على هذا الجدول أو هذا الجراف أن العناصر الأساسية أن تتحكم في التكلفة أو التمويل، والمدخلات التي يتم العمل من خلالها وتشمل المحتوى الإلكتروني، المحتوى الخاص الذي سيتم تحويله إلى محتوى إلكتروني، والنتائج المرجوة من هذا المحتوى عند التحول، أو كما أشار السادة الزملاء لموضوع لأهمية التحول الرقمي، فتدخل في هذا الجانب المدخلات والنتائج المتوقعة من الأرباح والعائد المادي. سنتحدث عن التمويل. يعد التمويل هو العنصر الرئيسي في عملية دراسة الجدوى لأي مشروع للتعليم الإلكتروني، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تحديد حجم التمويل إلا في إطار الأهداف كما أشرنا من قبل، وهي نقطة في غاية الأهمية. ولكن هناك عوامل تتحكم في تكلفة أو يعني تتحكم في التمويل، مثل هناك عدة عوامل تتحكم في تكلفة المكونات اللازمة لتصميم مثلا نظام تعليم إلكتروني، مثل شراء الأجهزة الأساسية، البرامج الخاصة بإدارة عمليات التعليم، تصميم البرامج التربوية، الدعم الفني والصيانة، تدريب المعلمين والإداريين على الاستفادة من الموقع، وبالإضافة إلى التسويق والتوعية الإعلامية لهذا الأمر، وأخيرا المقومات البشرية. مجالات الاستثمار في إنتاج ورقمنة المحتوى التعليمي. مجالات إنتاج ورقمنة المحتوى التعليمي والموسوعي أيضا، يرتبط الاستثمار مباشرة في 6 مراكز إنتاجية موزعة في أكثر من دولة تتكامل فيما بينهما من حيث الخبرات والإمكانيات المتوفرة، وتعمل على مدار 24 ساعة من خلال العمل المستقل أو فيما يعرف بالفريلانسنج. يمكنك أيضا كخبير تعمل في أحد هذه المجالات، سواء كنت تعمل في إعداد المعايير والنتاجات التعلم للمناهج التعليمية، في التأليف والترجمة والمواءمة، أو من خلال إنتاج الكتب الرقمية التفاعلية، أو من خلال الجوانب التقنية مثل إنتاج البرامج المالتي ميديا التعليمية بأنواعها
من خلال فيديو أو من خلال تفاعل بعناصره المختلفة. أيضا يمكنك أن تعمل في مجال إنتاج المحتوى الافتراضي وعلوم الذكاء الاصطناعي، ويمكنك أيضا تعمل على تجميع وإنتاج المحتوى الإثرائي، أيضا برضو الفهرسة والتصنيف والبيولوجيا. ومن اللافت أن تكلفة بعض الأنماط في التعليم الإلكتروني، خاصة التعليم التفاعلي عبر ما يعرف بالمؤتمرات المرئية أو الفيديو كونفرنس، قد تكون مرتفعة لدرجة أن البعض يعتبرها من موانع انتشار هذا النوع من التعليم، مثل الاشتراك السنوي أو الشهري. ولكن يمكن الاستفادة بالصلاحيات المجانية والبحث عن التقنيات البديلة، مثل استخدامات برامج العرض المباشر وأشهرها مثل مايكروسوفت تيم وجوجل ميت وزوم. ويمكن هذا ويمكن هذا النظام المحاضرين من الحديث مع المستخدمين الآخرين في وقت حقيقي، أو ما يعرف بالريال تايم، كما هو الحال معنا اليوم في من حيث الإعداد المسبق للعرض التقديمي، وبعدها التسجيل، ويتم بعدها عمل المونتاج وتقسيم الفيديو إلى موضوعات التي تم طرحها في الفيديو الكونفرنس، ويتم بعدها النشر في صورة فيديو مسجل. أقسام العمل المطلوبة للتعليم الإلكتروني عن بعد. لابد من بناء الأقسام المطلوبة للتعليم الإلكتروني، وهي التصميم التدريبي أو ما يعرف بالإنستراكشنال ديزاين، التصميم الرسومي أو الجرافيك ديزاين، والبرمجة سواء كانت بلغة الـ HTML أو الجافا سكريبت، أو على حسب المنتجات التي سيتم إنتاجها، سواء كانت ببرامج الذكاء الاصطناعي أو استخدام محركات الألعاب مثل يونيتي، مثل يعني برامج متطورة زي الأنريل. وكل هذه البرامج تحتاج إلى لغة متطورة تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي. أيضا أدوات التأليف الأوسترينج تول، وانتشرت بشكل كبير جدا في وطننا العربي. يعني من منا لم يسمع عن الارتيكوليت ستوري لاين، وطريقة استخدامه في إنشاء البرامج التعليمية التفاعلية. أيضا يعني نسمع بشكل كبير جدا أنظمة إدارة التعليم Learning Management System، أو ما يعرف بالـ LMS. أيضا فريق العمل المطلوب، وفيما يتعلق بالاحتياجات البشرية، فيحتاج المشروع المقترح إنشاؤه إلى طاقم مكون من مدير للمركز واثنين من المتخصصين يعني في مجال الرسوم أو البرامج التربوية اللي هم الانستراكشنال ديزاين، وثلاثة من مصممي الرسومات، واثنين من المبرمجين. وتعمل منظومة التعليم الإلكتروني في وجود أكثر من فريق، مثل فريق الدعم الفني، وهؤلاء الإداريون أو الأفراد هم الأساس الذي يحافظ على تنسيق الجهود وتترابط، معلش ففي معظم البرامج الناجحة للتعليم الإلكتروني بيتم توحيد مهام الخدمة الداعمة لتشمل تسجيل الطلاب، ونسخ وتوزيع المواد، وتأمين الكتب، وحماية حقوق الملكية الفكرية. أيضا التقارير الخاصة بالدرجات وإدارة التقنية. الإداريون يقوموا في الرغم أنهم يؤثرون عادة في التخطيط لبرامج التعليم الإلكتروني، إلى أنهم كثيرا ما يفقدون السيطرة لصالح المديرين الفنيين حالما يصبح البرنامج قيد التنفيذ،
والإداريون الفاعلون في مجال التعليم الإلكتروني هم أكثر من مجرد أناس يقدمون الأفكار، وإنما يقومون بعملية البناء وصنع القرار، ويعملون عن قرب مع القائمين على الأمور الفنية وعلى الخدمات الداعمة لضمان أن المصادر التكنولوجية قد تم الاستفادة منها في المهمة التعليمية للمؤسسة بفاعلية. سؤال: كيف سيتغير قطاع التعليم في الشرق الأوسط بعد كورونا؟ شهدنا توجهات غير مسبوقة في الجامعات والمدارس لتبني التعلم التكنولوجي سريعا، لكن بشكل متفاوت بين الدول العربية، حيث أن العديد من هذه الدول سارعت في التحرك وبدأت بتوفير أدوات التعليم البديلة عبر استخدام منصات التعليم الإلكترونية وقنوات التلفزة. مثال على ذلك في القطاع العام، أطلقت السعودية نظاما تعليميا شاملا يضم 20 قناة متلفزة وقناة على منصة اليوتيوب وبوابة عين وبوابة التعليم الوطنية من بين أدوات التعليم الأخرى التي أصبحت متاحة اليوم، حرصا منها على تيسير العملية التعليمية. وفي الإمارات حسب وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع جامعة حمدان بن محمد الزكية، تم تأهيل أكثر من 42 ألف معلم في الدولة والوطن العربي للتدريب الإلكتروني حتى 16 مارس الماضي، من خلال دورة مجانية بعنوان كيف تصبح معلما عن بعد في 24 ساعة. نحتاج إلى مواجهة التحديات على كافة الأصعدة. الحاجة إلى تشديد تدابير الخصوصية والأمان والإجراءات التنظيمية وجعلها عالمية، إن هذا التحديات وغيرها لا مفر منها. لذا يتعين على جميع المساهمين في قطاع التعليم إبقاء أعينهم مفتوحة ليكونوا على أتم الاستعداد للتركيز على إيجاد حلول يكتسب الطلاب مهارات شخصية من خلال تعاملهم المباشر مع زملائهم في المدرسة أو الجامعة. نحن نعلم أن مواصلة الأنشطة اليومية على الإنترنت أو عبر منصات التواصل الاجتماعي ليس حلا بديلا أو ملائما بالشكل الكافي، فالتعلم الإلكتروني من المنزل ليس بمقدوره سد هذه الفجوة الاجتماعية. لذلك يحتاج الطلاب والآباء إلى بذل الجهد الكافي لضمان الحفاظ على العلاقات الإنسانية والتشجيع على التواصل مع الآخرين، ومع انخفاض حجم الدعم الذي توفره المدارس يحتاج الآباء إلى بذل مجهود أكبر في مساعدة أبنائهم على فهم الدروس التي يتلقوها عبر الإنترنت. وهذا قد يكون أمر صعبا في المنازل التي يعمل فيها الأب والأم لمواجهة هذه المشكلة، مع الاعتراف بالمزايا التي شهدناها خلال فترة البقاء في منازلنا خلال فترة كورونا. هل ستبدأ الشركات في توفير ساعات عمل مرنة أو توفير إمكانية العمل من المنزل للموظفين؟ أستاذ طبعا بدر، لو سمحت انتهى الوقت المخصص لكم، معك دقيقة إضافية لو ما حد. طيب، يعني أنا سريعا ممكن أستعرض هذا الأمر. طبعا أيضا مواجهة التحديات على كافة الأصعدة، الريادة للقطاع الحكومي لدعم تكنولوجيا التعليم والبحث عن كل ما هو جديد. أصبح التعليم المجاني متاحا بشكل أكبر في مجال التعليم الإلكتروني. يطول الحديث عن وضعنا الراهن في هذا المجال، ولكن يعني خلوني يعني عايز أقول حاجات كتير جدا، ولكن لن يسعني هذا الوقت. نحتاج إلى تقييم البنية التحتية التعليمية، وكل من يعني يلاحظ يعني إن إحنا
قبل ما نبدأ في هذا المشروع، بحيث ان احنا نبقى يعني متخيلين ايه اللي احنا مقبلين عليه من بنية تحتية، سواء كنا لو هنوفر مثلا التكنولوجيا الفي ار، فايه البنية التحتية المناسبة لهذا الموضوع. كمان محتاجين الكونتنت هو البطل، قبل ما اركز على الكونتنت، قبل ما اركز على الجانب التقني او الجانب التكنولوجي، انا محتاج اركز على الجانب المحتوى العلمي هو بشكل كبير، لانه هو ده اللي انا بوصل له او بوصله للطالب من خلال التكنولوجيا. فلابد من زيادة التركيز على الأنشطة والهوايات وتعزيز المواهب. نمو الاستثمارات في القطاع التعليمي الإلكتروني أصبح أمر لابد منه. أيضا انخفاض التكاليف والنفقات التعليمية أصبحت متاحة بشكل كبير نظرا لإتاحة وسهولة استخدام الأجهزة التكنولوجية. أيضا مع زيادة الإقبال على التدريس الخصوصي والدورات التدريبية، أصبح من الإمكان أن نعمل على زيادة المنتجات الرقمية التي تخدم القطاع التعلم الفردي أو التعلم الجماعي، واستخدام برضو برامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات أشهرها ستيم، وحديثا يعني في الآونة الأخيرة الـ NGSS، وزيادة انتشارها في المعاهد المتخصصة. أمثلة على الشركات الرائدة التي تعمل في هذا المجال مثل منصة أسكزات، وهي منصة متكاملة لمصادر المعلومات العلمية والأكاديمية، أنشئت سنة 2000 في أكثر من 100 جامعة وأكاديمية حول العالم، تضم مكتبات متخصصة للكتب والرسائل الجامعية، أكثر من 100,000 كتاب ورسالة، بالإضافة لأرشيف رقمي وكشاف تحليلي لأكثر من 2500 دورية علمية محكمة، الأوراق البحثية لأكثر من 200 مؤتمر علمي. أيضا كالومون منصة تعليمية لتعلم اللغة العربية، هي منظومة متكاملة لتعليم اللغة العربية للمراحل الدراسية من مرحلة الروضة وحتى المرحلة الثانية عشر، وتعمل في مسارين: اللغة العربية للناطقين بها، والجانب الثاني اللغة العربية لغير الناطقين بها. ومنصة هوز برضو للتدريب التعليمي الإلكتروني، بتعمل على فتح المجال لفئة كبيرة من المتدربين والمتعلمين للالتحاق بدورات تدريبية إلكترونية في كافة المجالات التربوية والأكاديمية والثقافية. سكوبيديا قطر، وهو مشروع لإنشاء مكتبة رقمية للمصادر الرقمية المفتوحة والمقننة، ترتبط بنتاجات التعلم المعتمدة على المنهج الدراسي في دولة قطر، وتوفر أيضا مصادر معلومات للمدارس ووسائل تعليمية مبتكرة. ويوجد العديد من المنصات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتتسارع خطوات التقنيات الخاصة بالواقع الافتراضي الـ VR والـ AR والـ MR الـ Mixed Reality في مجال التعليم المدرسي، بإمكانيات وأدوات غير مسبوقة ستقود حتما إلى تغيير مفاهيم كثيرة في مجال التعليم المختلفة، خاصة في مجال العلوم التطبيقية لمناهج العلوم والرياضيات وتعلم اللغات والرحلات الافتراضية. إكسون تكنولوجي هي عبارة عن منصة تقدم المعامل الافتراضية أو الرقمية التي تعمل في بيئة الواقع الافتراضي، وقد تم تصميمها في مسارين: المسار الأول وهو المعمل المدرسي الذي يتيح للمعلم الإشراف والسيطرة التعليمية على نشاط الطلاب في بيئة المعمل الرقمي، ويرتبط مع بيئة التعلم الأخرى بما فيها متابعة تطور المهارات لكل طالب، كما تتيح إصدارا فرديا للطالب يمكن استخدامه منفردا في المنزل أو في المدرسة. أما المسار الثاني وهي الرحلات المدرسية الافتراضية التي تعتمد على زيارة المعالم الحضارية أو الطبيعية، سواء كان الطالب منفردا أو في مجموعة. أشكركم على حسن استماعكم، وإلى هنا تنتهي كلمتي التي تشرفت أن ألقيها على مسامع حضراتكم، وسعدت وشرفت بأن أكون أحد المتحدثين بصحبة الأساتذة.
الاخبار على منصه اريد العربيه، واتمنى من الله ان يتقبل صيامكم وقيامكم وصالح اعمالكم، والى لقاء اخر يجمعني بكم على خير، والى اللقاء. شكرا لك أستاذ بدر على هذه المحاضرة المميزة وطريقة العرض الشيقة جدا. نأسف لأن الوقت لم يسعفك لذكر كل ما لديك، ولكن ننتظرك في مشاركات قادمة. الآن نعود للدكتور سفيان طبوش. هل أنت جاهز دكتور بمشاركة تحمل عنوان جودة التعليم العالي بين التعليم الحضوري والتعليم الإلكتروني في الجامعة الجزائر؟ تفضل دكتور، نعم، تفضل. شكرا دكتورة. تمام، واضح الصوت، تفضل دكتور. بالنسبة بداية، شكرا، استسمحكم لأنه كان فيه مشكل تقني في البداية للصوت. شكر جزيل موفور الشكر لمنصة أريد والقائمين على هذا الملتقى، حتى أخذ لا أخذ كثير من الوقت، أبدأ مباشرة في المداخلة. مداخلتي عنوانها تحت جودة التعليم العالي بين التعليم الحضوري والتعليم الإلكتروني في الجامعة الجزائرية. في ظل ما يشهده العالم حاليا من تغيرات، سواء هذه التغيرات أخذت أبعاد أمنية وصحية، العالم يحتاج إلى نوع جديد من التعليم حتى يتماشى مع ما يحدث من هذه التغيرات السريعة في ظل مسميات جديدة، سواء اقتصاد معرفة، مجتمع صناعي، إلى غير ذلك من المفاهيم والفجوة التكنولوجية التي تتسارع بين العالم المتقدم والعالم المتأخر. مدخلي في 3 محاور أساسية. المحور الأول، نماذج التكوين الجامعي والطرق المنهجية لتقديم درس عبر منصة إلكترونية. التعليم الإلكتروني في الجامعة الجزائرية والبرامج المستخدمة. والمحور الثالث، دكتور بدر، لا يزال هناك مشاكل الشراكة بالصوت. المجتمعية كآلي تحقيق. نتكلم على النموذج التقليدي والنموذج الذي هذا. ما يزال الصوت غير واضح. دكتور سفيان، للأسف الصوت غير واضح، ما يزال غير واضح. إشكال. ما يزال الصوت غير واضح دكتور. نعتذر منك دكتور، الصوت ما يزال غير واضح. واضح دكتورة؟ تفضل دكتور نعم، الآن. لا يزال الصوت غير واضح دكتور، نأسف منك ونعتذر. ونظرا لضيق الوقت نضطر للانتقال إلى فقرة المداخلات والمشاركات. الرجاء رفع اليد لطفا لمن يريد المشاركة أو الاستفسار عن أي نقطة من النقاط التي طرحت أثناء الندوة.
الأستاذة هناء محمد، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل سنة وحضرتكم طيبين. أنا كان لي تعقيب بس على والسلام عليكم ورحمة الله. دكتورة ندى. طبعا كلهم ما شاء الله عليهم، بارك الله فيهم وجزاهم الله خيرا كثيرا. كان بتتكلم عن التحديات، الأمان والخصوصية. كان نفسي يبقى في التحديات دي أو في التوصيات حتى يبقى وضع قوانين صارمة للهكر أو عند التعرض لأي ابتزاز إلكتروني، بيكون يعني الاتخاذ القرار سريع جدا. وبرضه لازم يبقى فيه وجود تشفير لأي فيديوهات غير مقبولة اجتماعيا. بالنسبة للأستاذ بدر، أنا بشكره طبعا المحاضرة الجميلة ديت. كان نفسي أعرف برضه لو أنا عندي معها مثلا محتوى تعليمي، إزاي إن أنا أنشره بطريقة آمنة، يعني لو حاجة تعليمية عندي. أنا بالنسبة لي أنا بألف أغاني رياض أطفال، يعني يدوب على صفحتي، فمش عارفة أعمل الانتشار اللي هو الكبير. فكان نفسي أعرف النقطة دي، وشكرا لحضراتكم، كل سنة وحضراتكم طيبين. شكرا لك أستاذة هناء. نأخذ مشاركة ثانية. ليس واضح الاسم أبلة علوة أو هكذا الاسم، تفضلي. يبدو أنها ليست معنا الأستاذة علوة. نتوجه بالسؤال الذي طرحته الأستاذة هنا للدكتور بدر. لدى الأستاذة هنا محتوى السلام عليكم. تعليمي، كيف تنشره بصورة آمنة؟ تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم، تقبل الله منا ومنكم من صالح الأعمال. شكرا تقبل الله كثيرا منكم. لمنصة أريد. إن شاء الله. شكرا كثيرا لمنصة أريد لهذه الفرصة أو هذه المأدبة العلمية الجد قيمة التي تسلط الضوء على الرقمنة وعصر الرقمنة والتحولات التي نعيشها في الوقت الراهن. عندي سؤال فقط حول، هل سوف تحل التكنولوجيا وعصر الرقمنة في التعليم مكان التعليم الكلاسيكي؟ وهذا السؤال الذي يطرح لدى الكثير من الطلبة، خاصة طلبتنا في الجامعات، ونحن الآن نتوجه نحو هذا التعليم الإلكتروني الذي نشاهد معه عزوف كثير للطلبة. كيف يمكن لنا نحن كأساتذة أن نفعل هذه التقنية ونزيد يعني مشاركة الطلبة في هذا التعليم الذي أصبح راهنا كبيرا لجودة التعليم؟ وشكرا لكم وبارك الله فيكم. شكرا لك أستاذة زينب. الآن أتوجه بسؤال الأستاذة هناء إلى الدكتور الأستاذ بدر. لدى الأستاذة هناء محتوى تعليمي، تسأل كيف تنشره بصورة آمنة؟ هل ممكن الإجابة أستاذ بدر؟ تفضل. أولا معلش أنا يعني كان في صوت عندي قطع فأنا ما سمعتش السؤال من الأول، فمعلش ممكن إعادة للسؤال لأن السؤال يعني الإنترنت فصل عندي لثانية كده، فممكن إعادة للسؤال. تمام أستاذ بدر، سأعيد السؤال. تسأل الأستاذة هناء، لديها محتوى تعليمي تنشئه، كيف تنشره بصورة آمنة ليأخذ أكبر مساحة من الانتشار؟ كيف تنشره بصورة آمنة؟ تفضل. حسنا، أولا لابد من أن تكون يعني مسجلة على مواقع من المواقع المختلفة، مثلا يكون عندها منصة إلكترونية تحتوي على دومين وعلى يعني سكيور مخصص للمحتوى الرقمي التي تقوم به. ده أولا من حيث الجانب التقني للمنصة، بها حماية شخصية، حماية للبيانات، حماية للمصادر المعلومات، وهي جوانب تقنية يتم العمل عليها من قبل المبرمجين الذين يقومون بإنشاء الموقع الإلكتروني. ثانيا عمل
اسماء او كلمات المفتاحيه او ما يعرف بالسيرش انجن اوبتمايزيشن، الكلمات المفتاحيه التي تعمل على انتشار الاسم او عنوان المحاضره او عنوان الدرس او عنوان الفيديو او عنوان المنتج الرقمي الذي يقوم باعداده المعلم، الاهتمام بالكلمات المفتاحية التي تسهل على الحضور أو تسهل على من يقوم بالبحث في خلال جوجل أو من خلال الأماكن المختلفة، سواء كانت في السوشيال ميديا أو كان سواء كان في أحد البرامج يعني التي يتم عمل الإعلان عليها، تسهل عملية البحث. يعني احنا مثلا كمستخدمين لما نيجي نكتب جملة في جوجل بنكتب او بيجي على بالنا احنا كمستخدمين كلمات زي مثلا انا هدور على درس كيف تتعلم مثلا القراءة مثلا او كيف تتعلم القراءة السريعة، فيتم البحث من خلال جوجل بمجموعة من الاساليب كل واحد وعلى حسب طريقته. فالسيرش انجن اوبتمايزيشن او تحسين محركات البحث يساعدك في طريقة كتابة ما يفكر به الآخرون. بالإضافة إن في حاجة اسمها جوجل أناليتيك. جوجل أناليتيك هي أداة بتوفرها شركة جوجل لتسهيل عملية البحث عن الترند زي ما بيقولوا. البحث عن الترند هو الكلمات الدارجة في كل دولة، يعني مثلا نحن في مصر نسميها مثلا دروس، في مثلا في دولة زي السعودية تسميها مثلا مقررات إلكترونية، في مثلا دولة زي أي دولة هتلاقي ليها لازمة لاختيار الكلمات أو اختيار الألفاظ التي تساعد على الوصول للمعلومة بشكل صحيح وشكل سليم. حماية المعلومات هو أمر يرهق الكثير جدا في الجوانب التكنولوجية، خصوصا إن أصبح إن حتى يوتيوب نفسه بيتم عمل يعني تنزيل لفيديوهاته من خلال برامج ومنتشرة بشكل كبير. يعني إحنا بنحاول على قدر المستطاع إن إحنا نحافظ على سرية البيانات، سرية المعلومات التي يتم تداولها بشكل كبير خصوصا الحسابات البنكية وخلافها. وتم معالجة هذا الأمر من خلال السيستم، أصلا بيكون من خلال البنك ويتم إدراجه بداخل الموقع الإلكتروني. أتمنى أن أكون قد أجبت على هذا السؤال، وهو سؤال كبير جدا وعميق جدا يحتوي على موضوعات كثيرة ومتفرعة. شكرا لك أستاذ بدر على هذه الإجابة الدقيقة، وشكرا لك على الشرح الوافي، وبالتوفيق أستاذة هناء في مهامك. وسألت الأستاذة زينب تريد أن تستفسر هل سوف تحل التكنولوجيا في التعليم محل التعليم الكلاسيكي، خاصة في مرحلة الدراسة الجامعية؟ هل يوجد من الأساتذة الذين حاضروا اليوم من يريد الإجابة على هذا السؤال، سؤال الأستاذة زينب؟ بالطبع أستطيع الإجابة، هل أتيح الفرصة إلى الزملاء؟ ما... تفضل 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 أستاذ بدر. تمام. بالطبع يعني في التعليم الجامعي يعني تظهر الكثير من فكر المتخصص أو دكتور الأستاذ الجامعي. ستحل التكنولوجيا في الآونة القادمة محل التعلم التقليدي، لأن الجيل وطريقة استقباله للمعلومات أصبحت متطورة، فأصبح إن يعني إحنا حتى كمان كجيل في الوقت الحالي من كتر تزاحم المهام ومن كتر المسؤوليات التي بتكون على عائق الطالب، بيكون من خلال ان في بقت اصبح ان الكتب مسموعه، اصبح وسائل المالتي ميديا متاحه وسهله الاستخدام،
ف يعني فلما لا المعلم او الدكتور الجامعي ان يطور من مهاراته بحيث انه يتواكب مع التكنولوجيا. يعني على سبيل المثال اصبح ان المعلم في اعداد او الدكتور الجامعي او عضو هيئة التدريس في اعداد المحتوى بتاعه يمكنه ان ينشئ منصة الكترونية خاصة بخبراته، فذلك توثيق لعلمه الغزير وتوثيق لكم الطلبة التي تم تدريسها. يعني دعيني أسأل سؤال مثلا لخبير أو يعني دكتور جامعي، كم طالب تلقى العلم على يد سيادتكم؟ فسيتم الوقوف في حيرة، أنا علمت كتير، أنا مخرج دفعات من إيدي، طب كم عدد الطلبة اللي طلعوا من تحت إيدك؟ فطبعا يعني مش هيعرف يجاوب إجابة دقيقة إلا إذا كان في إحصاء لهذا الموضوع. بالإضافة كمان يقدر يخدم بحثه من خلال الإحصاءات التي يتم الحصول عليها من خلال المنصة، إنه يعمل منصة يطلع عليها فيديوهات. طبعا كلنا بنعرف نستخدم الباوربوينت، كلنا بنعرف نستخدم زوم، الحاجات البسيطة دي يمكنها أن تبني مقرر إلكتروني بشكل جميل. يعني بجهد بسيط نقدر نعمل يعني تعلم إلكتروني رقمي بشكله الوافي. يعني طبعا شكرا لك أستاذ بدر. التدرج في التكنولوجيا كبير جدا، ولكن دي أقل أو أول مرحلة من مراحل التطور. يعني أشكرك أستاذة نورا. شكرا لك أستاذ بدر على هذه الإجابات الكافية والوافية، والآن ننتقل إلى آخر مشاركة أو مداخلة في حلقة اليوم تقدمها الدكتورة انتصار عبد السلام كرمان. تفضلي دكتورة، معك الصلاحية. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. أكرر دوما وأبدا وسأظل أكررها شكري وتقديري واعتزازي بمنصة أريد بكم وبجميع القائمين على هذا العمل العظيم وهذه الرسالة العظيمة. شكرا جزيلا للدكاترة الأجلاء اللي قدموا لنا أعظم يعني ما سمعناه وتعلمناه اليوم، وفي كل أيضا محاضرة قدمت في سباق الأمم. فقط رجائي الذي دائما أذكره دائما أكرر عليه، إنه في بعض مثلا في بعض المحاضرات يعطينا الدكاترة الأجلاء قائمة بنصائح لمواقع لبرامج لتقنيات، ما أجملها وما أعظمها. نحن عرفناها بس إحنا بحاجة إنه يرسلوا أيضا الروابط لهذه المواقع. مثلا في المحاضرة اللي قدمها الدكتور القدير السويدي يعني نصح بعدد من المواقع وبعض اليوتيوبات وأرسلها فورا، فهذا طلبي ورجائي فقط منهم. إنه مثلا في المحاضرة الأخيرة للدكتور القدير ذكر كثير من المنصات العلمية الرائعة، فدائما أذكر إنه يا ريت يعطوا لنا اسم الشيء اللي ينصحونا فيه، مثلا هذه المنصة اسمها ورابطها وأيضا ما هي مهمتها، هذا في أثناء المحاضرة. أو كما لاحظت في إحدى الملتقيات العلمية أو وبعض الدورات بعد ما أن ينتهي تنتهي المحاضرة كان يرسلوا لنا للإيميل، مثلا مش ضروري المادة العلمية كاملة، هذا جهد علمي كبير قاموا فيه، على الأقل يرسلوا لنا مثلا قوائم، يرسلوا لنا مثلا كتب، يرسلوا لنا شيء يتعلق بما قدمه الدكتور. فأنا رجائي من منصة أريد هذين الأمرين، إما أثناء المحاضرة يتم إرسال الروابط أو توضع على شكل قائمة وترسل لنا عبر الإيميل، كذا بتتم الفائدة، لأن إحنا نحن الموجودين عشان نرجع لها نحتاج نفتح اليوتيوب من جديد، كذلك الناس الآخرين حتى تعم الفائدة يحتاج إنه يعيد من البداية عشان يسمع كامل الموضوع، ممكن يكون مرفق أيضا في المنصة هذه القائمة أو هذه إيش نقول أدبيات مرافقة لكل للمحاضرات. وشكرا لكم مرة أخرى ولسعة صدركم واستماعكم لنا، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله دكتورة انتصار، نقاط مهمة جدا تستحق الاهتمام لك، ونظرا لضيق الوقت نعتذر من أخذ مداخلات إضافية.
أن نأتي لفترة الحصول على الشهادة المجانية لحضور الندوة، يقدمها كما عودنا بالشرح الكافي والوافي الأستاذ عدنان، فليتفضل. مشكورا. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذة نورة، الله يكرمكم يا رب على هذا التقديم وعليكم الأكثر من السلام. رائع، وشكرا أساتذتنا الأكارم، بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. طبعا بالنسبة للدكتورة انتصار لمداخلتها بارك الله فيها، منصة أريد إن شاء الله ستجمع جميع المداخلات أو عفوا البحوث، وإن شاء الله ستصدر بها كتابا تحت مسمى سباق الأمم إن شاء الله. طبعا أحبتنا تم وضع رابط الشهادة والحضور في الشات، وبإمكانكم الدخول مباشرة إلى الرابط والحصول على الشهادة، ولكن سنفصل معكم إن شاء الله طريقة الحصول على الشهادة. نعم أحبتنا الكرام، نقوم بالدخول إلى محرك البحث جوجل، ونضغط في محرك البحث جوجل في خانة البحث على منصة أريد العلمية، فتظهر لنا بالصورة الواضحة أمامكم، وهناك أكثر من خيار، منها تسجيل الدخول بالنسبة للأعضاء المسجلين في المنصة، فبمجرد وضع البريد الإلكتروني وكلمة السر سينتقل مباشرة إلى الصفحة الرئيسية للمنصة. أما بالنسبة لمن لم يلتحق بعد بركب المنصة، فبإمكانه الضغط على تسجيل حساب جديد، فيتطلب الأمر أشياء بسيطة كالاسم باللغة العربية واللغة الإنجليزية، وأيضا بريد الإلكتروني فعال، وكلمة المرور وتأكيدها والدولة التي نحن فيها، ومن ثم الضغط على تسجيل. أيضا يوجد في الزاوية الأعلى للشاشة طريقة مفصلة للحصول على الشهادة. نعم ننتقل مباشرة بعدها إلى الصفحة الرئيسية للمنصة التي تظهر أمامكم أو ما يسمى بالحائط، نقوم باختيار وتشاهدونها في وسط الشاشة سباق الأمم، نقوم باختيار برنامج سباق الأمم، فننتقل إلى الصفحة الرئيسية للبرنامج برنامج سباق الأمم كما هو واضح أمامكم، ننتقل مباشرة إلى الجلسات نعم في الطرف الأعلى للشاشة الجلسات، فنقوم بعدها بالدخول إلى الجلسات، وتشاهدون هنا أمامكم الندوات التي قدمت والتي ستقدم إن شاء الله في قادم الأيام. نحن الآن بصدد الجلسة الخامسة، نقوم بالضغط على الجلسة الخامسة فتظهر لنا الجلسة الخامسة، وهي تحت عنوان التعليم عن بعد تحديات وحلول، نضغط على شهادة مشاركة، وطبعا هي مجانية طيلة هذا البرنامج وطيلة شهر رمضان إن شاء الله، وتظهر أمامكم بهذا الشكل. نقوم بالضغط على تحميل الشهادة الإلكترونية، فيطلب منا كلمة المرور والتي سنضعها أمامكم أو سنوضحها أمامكم، وهي 19 20 24، أكرر الرقم 19 20 24، يطلب الكود ومن ثم مباشرة يقوم بإصدار الشهادة. أيضا بإمكانكم تغيير الاسم كوضع الكنية وغيره أو الاسم الثلاثي، ومن ثم نقوم بتحميل الشهادة إلكترونيا، فتظهر لنا كما هو موضح أمامكم. هذه شهادة المشاركة بالنسبة لكل من حضر، كل من حضر معنا في هذه الندوة. نعم أيضا ننوه أحبتنا الكرام إلى أنه سنقوم إن شاء الله برفع التسجيل لهذه الندوة على منصة أريد في اليوتيوب، التي يعني إن شاء الله ستجدون جميع التسجيلات بالنسبة للندوات التي قدمت، وأيضا فيديو تعريفي لكل ندوة، وجميع المحاضرات التي سجلت في الأيام الماضية. نعم هذا اختصار أو شرح لطريقة الحصول على الشهادة، والكلمة الأخيرة لاختتام هذه الندوة مع الأستاذة نورة، فتفضلي بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير ونفع الله بعلمكم. شكرا لك أستاذ عدنان.
وفي الختام أشكر السادة الباحثين قدموه من مشاركات حامل من القيمة العلمية أجملت أهم النقاط في موضوع التعليم عن بعد. شكرا لمنصة أريد وهي السباقة لطرح كل ما هو جديد، وحتى اللقاء بكم في ندوات قادمة. لكم مني كل التقدير والاحترام، محدثتكم نورة حسن، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.